نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية السلام التابعة لمركز الزرقاء بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة اللي بتقدمها وزارة الصحة، وبتذلل ليها كل العقبات عشان تقدر تقدم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى للمواطنين في الأماكن البعيدة. نشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة دي، والقافلة برضو جت قدمت بطاقتي، جابوا لي ورقة ورحت للدكاترة، الدكاترة محترمين وأسلوبهم جميل جدا، وجابوا لي رحت جبت علاج والعلاج مجاني. موجود قافلة على أحلى مستوى، الكشف بالمجان ودكاترة على أعلى المستوى. احنا بنشكر المسؤولين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرته هذه القافلة، علاج بالمجان، علاج على مستوى، دكاترة على مستوى، شايفين أحلى سبل الراحة. أحد المستفيدين وأحد المترددين على هذا العمل العظيم عمل إنساني من قبل أبونا فخامة ومعالي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اللي مش مخلي عن جهد بسم الله ما شاء الله، كل حاجة حلوة في عهده.